أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أحسن الكتب في التفسير؟ الكتب في التفسير كثيرة ولله الحمد، وأحسنها ما تقادم منها، ما تقادم منها فهو أحسن، كتفسير ابن جرير رحمه الله، تفسير الإمام البغوي، وتفسير ابن كثير. هذه التفاسير التي تعنى بتفسير القرآن بالقرآن أو بالأحاديث أو بأقوال الصحابة والتابعين، هذه أجود أنواع التفسير. نعم.